ويستحق عن جدارة هذا الانتصار. هيئة لترجي التونسي بهذا الفوز المستحق، فأدى مباراة جيدة. اليابان احتفل وعلى طريقة الجول بالمباشر شمام البلايلي بالمنصور إيلي 1-0 للترجي الرياضي التونسي. مبروك علينا النهائي، مبروك على تونس الفاينل، مبروك للترجي الرياضي جماهير إدارة والرئيس حمدي المدب والكوتش الغول نبيل معلول الوصول النهائي، فعلتها الرجال مرة أخرى.